ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يوليها عنايته أن زراعة العقيدة والتوحيد في القلوب يكون لها الأثر الحميد في التزام الناس بطاعة الله جل وعلا. فمن كان على التوحيد كان ذلك من أسباب التزامه بالصلاة ودفعه لزكاة المال وصيامه لنهار رمضان. فإن العبد متى استشعر أن الله الخالق المتصرف في الكون يجب أن يفرد بالعبادة ولا يجوز أن تصرف شيء من العبادات لغيره، كان من منطلق ذلك أن يستجيب لأوامر الله وأن يبادر إلى طاعته وأن لا يتوانى في ذلك، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكما قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن هنا فإن النفس تسخو لله عبودية له بما تعبت فيه في اكتسابه وفي تحصيله من الأموال بدفع الزكاة الواجبة طيبة بها نفوسهم، لأنهم بذلك يعلمون أنهم يوحدون الله ويصرفون عبادة الزكاة له جل وعلا. وهكذا في صيام نهار رمضان يمسك الإنسان عن تناول المفطرات طعاما وشرابا ونكاحا عبودية لله، وما ذاك إلا أنه وحد الله جل وعلا وجعل هذه العبادة التي يفرد الله بها ويوحده هي المنطلق له في أعماله.